هو يا بنتك ما تخافش لان في مقصات مخصوص للاطفال ما بتعورش تمام؟ اه سيفتي. نرجعنا بقى ومعانا صاحبتنا يارا. ازيك يا يارا؟ ازيك يا ماما؟ منوره نورك. يارا هتعلمنا النهارده ازاي نعمل حصاله. دي حاجه سهله جدا وكل الاطفال يقدروا يعملوها. عايزاكم بقى في البيت تركزوا كده علشان تعرفوا تعملوا حصاله. اللي ما عندوش حصاله يقدر يعمل الحصاله بتاعته ويحوش فيها عشان يجيب هدايا. كيف نصنع حصاله؟ كيف نصنع حصاله؟ قول لنا يا يارا كيف بقى؟ مين عنده حصاله اصلا في البيت؟ انا عندي طبعا. ماما اللي عندها حصاله؟ ماما عندها حصاله في السعوديه. في السعوديه؟ يا نهار ابيض. كلنا عندنا حصاله صح؟ وانا عندي انا عندي برق بنزين. الله. حصاله برق بنزين. انا عندي محفظه. محفظه؟ وانا. طب ما تيجوا نعمل حصاله. حصاله؟ يلا بينا. بدل ما نشتريها ممكن نعملها احنا صح؟ صح. عايز محفظه؟ فاضيه ولا فيها فلوس؟ فيها فلوس لو سمحتي. يعني مش حاطط فيها كارت؟ لا. طيب احنا بنجيب اصلا ورقه ممكن اي ورقه نعمل بيها بس انا قلت ايه نجيب ورق ملون مش احنا بنحب الحاجات الملونه صح ما انا عارف احنا قلنا بقى ايه هنعملهم مربعات مربعات وبعد كده بقى ايه هنقصها زي المنظر ده كده زي الربو تعرفوا كم مربع هنا مين يعرف يعد كام واحد كام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة كلهم جنب بعض؟ لا لا امال ستة ستة لا ستة دول جنب بعض لكن الاثنين دول مش جنب بعض يعني احنا عاملين أربعة جنب بعض صح؟ لا واثنين مش جنب بعض واثنين فوق صح؟ فوق وتحت مش كده؟ بس حد يعرف السكوير أو المربع بيبقى معمول ازاي؟ أنا عارفة السكوير ازاي؟ بيبقوا قد بعض ولا مش بيبقوا قد بعض؟ لا بيبقوا قد بعض. الله مين بيقول قد بعض؟ بس ياسين بس اللي بيقول قد بعض؟ وانا كمان وانا كمان انا بقول كمان قد بعض قد وانا بعض. كمان انا عملت انا زيك يا باندا ايوه مين شاطر مين زي انت شاطر زيك يا باندا انا الحمد لله بخير زيك يا باندا انا تقال زي الفل والله جنى العبوا مع بندق بعد ما نعمل الحصاله خلونا نركز معاها دلوقتي عشان نعرف نعمل حصاله حلو يلا طيب احنا بناخد المسطره ونقعد نعمل ايه سكوير ممكن نعمله مثلا 10 سنتي 20 15 اي حاجه بس كله يبقى قد بعض صح 16 انت عاملاه اي كام انا عاملاه 10 يلا يبقى 10 سنتي وكل المربعات زي بعض صح تمام يبقى أوكي. ايه 4 سكويرز او اربع مربعات جنب بعض واحد فوق واحد تحت تمام في حاجه لا سهلة صح سهلة خالص طب بس في حاجة زيادة عن المربع هنا حد يعرف؟ ايه؟ الحاجات دي ايه الحاجات دي؟ دي واحنا عاملينها ليه؟ معرفش مش عارف صح؟ انا عارف ليه يا عبد الرحمن؟ عشان نقفل بيها الحصة عبد الرحمن جابها برافو احنا بقى بنروح جايين جنب السكوير اللي فوق واللي فوق ده اللي هو اللي فوق واللي تحت نروح جنب عاملين هنا حتة صغيرة هنا حتة صغيرة هنا حتة صغيرة وهنا برضو هنا وهنا وهنا عشان نقفل بيه الحصار ماشي؟ ماشي نعمل ايه بقى قولي لنا عشان نمشي معاكي خطوة خطوة احنا كل واحد هياخد ايه؟ واحدة واحدة كويس انا خدت انت خدت خلاص؟ خدتي كده اهي الالوان جميلة مش عايزة انا حلوة ماشي يا بنت تاخد براون زي اللي انت لابسه؟ لا ماشي في بقى وش سادة كده صح؟ وش تاني فيه مضلع كده صح؟ في مطبات مش كده؟ خلوا بقى المطبات دوت هو اللي فوق. يعني اللي مليان خطوط. واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعمله كده. ماشي؟ ماشي؟ مضلع ده مضلع؟ لا مش مضلع. بصوا بقى شايفين في إيه؟ الخطوط اللي إحنا عاملينها دي صح؟ كلها إيه باينة مش كده؟ هنروح عاملين إيه بقى؟ بصوا ركزوا. كل الخطوط دي يلا بصوا هنثني دي كده دي نخليها كده عشان تفهم بصوا نثني دي كده لا 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 انتوا زي ما انتوا زي ما دي دي هنثنيها كده خلاص بس احنا حصلتنا ساده شايفين طيب الصغير اللي احنا قلنا عليها الثلاثه دول هنثنيهم لجوه احنا بقى انا بعرف الون على فكره نثنيهم لجوه كده الحتت الصغيره بس بس كده كلهم يعني ايوه كلهم؟ الثلاثة اللي هنا والثلاثة اللي هنا. جودي الجنبين دول
بصي بصي اللي على اليمين ولا على الشمال؟ دي عزاز دي. ايوه بصي هما دول. يا بنات يا ولاد يا بنات. ماشي؟ عملناهم ولا ايه؟ استني كده احنا قلنا العكس، احنا قلنا العكس. كده مس؟ اهو اهو. وبعدين نقفلهم كده. استنى. واحدة واحدة. واحدة الوش واحدة. اللي فيه مطبات ده هو اللي فوق ها؟ يعني قلبيها 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 عشان تعرف تشتغل. ايوه. يا بس. ايدين كتيرة يعني. ايدين كتيرة؟ طب حد عارف احنا هنلزقهم ازاي؟ ولا هنعملهم ازاي؟ انا كده. هروح اعملهم كده. وبعدين؟ دي كده هعملها كده. وبعدين؟ دي انا هعملها كده. وبعد كده ايوه. شاطر بس دي من فوق. يا مس. الله بص شكلها بقى عامل ازاي يا بنت. ايه ده انت عملتها لوحدك ليه؟ استنى. طب احنا هنلزقها بايه طيب؟ هما لزقوها ولا لسه؟ لا لسه ما لزقناش لسه يا بنت. صح آه. صح. نلزقها بايه؟ بالبتاع ده. ايه البتاع ده؟ لز يا مس. حد عارف ده اسمه ايه؟ لا انا عارف. لز. انا عارف. لز. لنتن. اسمه دبل فيس. دبل فيس. اسمه دبل فيس. يعني ايه دبل فيس؟ يعني بيلزق من ناحيتين. انا بسالهم هم. وعلى فكرة هجاوب على كل الأسئلة. الله أصل أنا اكسايتد مبسوطة وأنتي بعمل حاجة بإيدي. طب خلاص يبقى احنا كل اتنين هيشتغلوا مع بعض. ماشي؟ أنا وياسين. أنت وياسين. ماشي. عبد الرحمن وجودي. وجانا وسالم. شايفين الحتة اللي احنا سنيناها دي؟ أه. هنحط عليها الشليتاب ده ونقصها بالمقص. طب يا ميس أنا عايزة. حاضر يا ميس. حاضر يا ميس. هنعمل إيه؟ بصي انا اقول بصوا بصوا طيب انا هوريكم اول حته. لا استنى استنى مش كده مش كده مش كده بس. طب انت اعمل بص نعملها كده يا مس. الحتت الصغيره اللي احنا تنيناها ها هنيجي بالسوريتاب على الحته دي ونروح عاملين كده. اوكي ونروح قصينها قصينها بالمقص. برافو. ماشي ورينا ازاي. بص هنتنيها كده احنا تنيناها صح اهي. يا مس عايزه احبلها يا مس. روح بقى جاي هنا حط كده ايه سوليتاب. عايز مص وهنعمل بس بص لسه نام. بصوا عشان تاخدوا بالكم من حاجه ناخد بالنا من يا بنت. نحط الجنب اليمين والشمال بس بندا. اوكي اه ازيك يا بندا. اقول لكم ليه بقى لما نخلص. مش هنحط على الطرفين دول هنحط يمين وشمال بس. ماشي هنا وهنا. بصي كده يا سلمى هنا وهنا. اعملها لي بس مش عارفه. لا انت عارفه تعمليها بس انت بتهزري. اهي. طب انتي قصي فين؟ هي بسرعه 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 بسرعه. ماشي هتبقى حلوه. اعملي بقى الحته دي. لا خلاص يا ولاد مش اي حد يمسك المقص. خلوا ماما تجيب لكم مقص هو مخصوص للاطفال. مش بيعور الاطفال خالص. فما تستخدموش المقص اللي موجود في البيت عادي يعني. المقص ده بتاع بابا وماما. ماما هي اللي تقص. ماما هي اللي تقص. او ماما هي اللي تقص بالظبط زي ما انا بعمل كده. استنى انا اهو مش مخليه بنت في قص. انا اللي بقص لها. مسا بص هي شطوره. انا عايزه اعمل معاكوا بقى. انت مبسوطه ليه يا ماما سلمى؟ انا خلصت قص صحيح. ايوه اخر واحده اهي. بصي بالراحه وهنا يا مس بس كده. لا لا انت بتقصي من ايه؟ هنقص من على اول يعني اخر حته خالص فيها فيها كرتون ها؟ اه هنلزق ازاي بقى؟ اه استنى يا بنتخ لما نعملها هقول لك. مستعجل مستعجل بنتخ مستعجل دائما. مستعجل قوي. مستعجل خالص يعني؟ اه دائما خالص يعني؟ بص لا انا انا اسرع واحد مستعجل. طيب سلمى مش معنى انت لوحدك. بص يا سلمى نحط هنا. مش قول لا مش عايزه. هنحط فين؟ حطيه انت. الحصاله بتاعتنا كده بيضة كده. هنلونها على فكره بقى. هنلونها وممكن نلونها لو انت حضرتك من يبقى الورق اصلا لون. يعني نخلصها ونجيب الوانها وانت ونقعد نلونها. فظيع في التلوين. واحد في التلوين. حطيت كله كده. جوزي عملتي ايه؟ بحب قوي حصه الارض. اعملها كده. اه جميله. اعملها كده جميله. اه ما عملتش هنا لسه يا عم. خصوصا لما مدرس الناس. اه انت بتخم. خلاص راح طار. ايه ده اهو. طب استنى استنى هي هتحطها خلاص.
ماما سلمى وصلت لفين؟ انا معاك وعلى فكره بس لسه ما لزقتش. احنا على وشك. ماشي انا كده خلاص صح؟ على وشك كده صح. قولي لي بقى اعمل ايه؟ كده كده يا ميس. ميس طب لو هي ميس يعني اوكي. وهنا بس هنا خلاص عشان نبقى خلصنا. طب فين يا ميس؟ ايه قولي قولي. لا انا داري داري ياسين مش بنتخانق على حاجه. انت بتعمل الفيلم بتاعتك. يلا عملتها ولا لا؟ يلا يا ياسين يلا. فين حصلتك يا ياسين؟ جودي برافو يا جودي. من هناك اهو. عبد الرحمن بتعمل حصلتك. الله جميله. خلصتي حصلتك يا جنى؟ عشان ياسين بيشتغل معايا. جنى جنى بنت اخ بيقول لك خلصتي. خلصتي الحصاله يا جنى؟ فين وريني؟ والآن بتعملي ايه؟ سلومه عملتي ايه؟ خلي بالك من المقص. خلي بالك من المقص. نقص اللزق نفسه. ها؟ مقص. خلي بالك يا بس انت تعوري. انا مره تعورت زمان بجد. وانا صغير. هنا بقى هنحط هنا حته وهنا حته عشان نبقى خلصت. حتى جيت انت جبتيه منين ده؟ من هناك. هنا نلزق بقى. نلزق بقى. يلا بصي بصي يا ممكن اروح شيل الاول خلاص. انت عايزه بس اصحابنا في البيت يبقوا مركزين كويس قوي. انت لزقت خلاص كل الحاجات. يارا قولي لنا بقى الخطوات من الاول من فضلك واحده واحده كده بسرعه ورا بعض عشان نبقى قصيناها خلاص صح؟ واحنا قصينا خلاص اوكي. قصيناها والحتت الصغيره رحنا تانيينا كلها لجو. تمام اهو عملت كده. احنا لسه جنى جنى اقعدي. ما عملناش حاجه. لو سمحتي اقعدي زي كل صحابي. احنا بنلزق كام قطعه الشنطه دي؟ على يارا وبعدين بنحط لزقه على الاجزاء الصغيره دي كلها. على الطرفين بس دول والطرفين دول. يعني على دول على دول اربعه يعني. ودول. واحد هنعمل بيه ايه؟ ثلاثه اربعه. بس انا برضه محتاج بس تمام. اللي بره خالص ده واللي بره خالص واللي بره خالص ده لا. لا. يعني على ده وده 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 بس. اربعه بس. من بره مش كده؟ هنا فوق وتحت وهنا فوق وتحت بس. يلا حصلها يا ميس. تمام. يلا. تمام ماشي يا جنى. تمام كده كلنا حطينا الشريطات. لا انا لسه. طيب يلا سلومة. يا سلومة نصها. بصي يا سلومة بعد كده نصها. طب ساعديهم يا يارا علشان عندنا لسه لعب المفروض. خلاص جدي خلاص لسه. انا قربت ولا لسه؟ احنا عايزين نخلص الحصاله بقى. هنخلصها. عايزين نخلص. انا قربت انا قربت يا ميس. وانا برضه محتاجة بقى العيال اللي موجودة. حط فيها فلوس. وانا برضه قربت. هي علينا عيد الام ما شلناش ولا حاجه حتى ولا ربع جنيه حتى. حد عارف انا عامل ايه؟ يلا هنشيل الورقه اللي موجوده. بصوا بقى كل واحد عامل ايه؟ سليتاب صح؟ اللي هو الدبل فيس ده. امشي عليه كده بايدك وروح بقى جاي الطرف بتاعه ده هتشيله يروح عامل سليتاب. بصوا مش عارفه انا اعمله. اعملي قولوا يا يارا من فضلك. حاضر علشان يعرف. طيب بعد الخطوه بتاعت ما نحط السلاتيب يعني انا عايز اشوف واحده خلصانه اتليست في الاخر. هنطلع علشان احنا لازم يبقى عشان احنا ما عندناش غير دقيقتين بالفعل. احنا لسه هنهاجم. اوكي فقولي لي احنا هنشيل اللزق. اوكي هنروح قافلين الجوانب دي كلها كده. بس ازاي؟ طب يا بس اقفلي يعني لا بصوا بص 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 يا بنات بصوا هتطلع عامله ازاي؟ بصوا يا ولاد هي الميس الاخر يعني يارا في الاخر هي اللي بصوا هتطلع عامله ازاي؟ الله حلو قوي. احنا هنشيل السليتات ده ونروح لازقينها كده. جواها ايه يا ميس؟ عارفين جوه دي ايه؟ دي عليها فيونكة. ايه؟ ايه؟ فيونكة دي؟ ايوه فلوس صح؟ الله لا مش فلوس. بالونة بالونة. عارفين بقى ممكن نعمل حصالة ازاي تاني؟ ازاي؟ مين بيحب الايس كريم؟ انا كلهم كلنا صح؟ وبنتك بيحب الايس كريم. عندنا علب ايس كريم في البيت. صح؟ بصوا بقى دي السنة دي هنعملها كده في البيت مع بعض بقى. ماما سلمى انا معاك. بنجيب البالونة. ايوه بصوا ونروح قصينها. الله ليه ليه؟ استنى يبقى هنقص الحته دي بس. تمام ماشي ماشي. ونيجي من اخرها بقى هي في الاخر خالص دي نروح برضو قصينها حته صغيره قوي. حد عارف هنعمل ايه دلوقتي؟ بس انا مش عارفه اشيل اللزق. بصوا يعني مش صح. انا ما هنروح ملبسين الكوبايه بقت حصاله. الله
وهنا بقى ممكن نلونها بقى بالوان ميه مثلا. حلوه قوي على فكره وسهله قوي. بس خلاص كده خلصت. حلوه قوي سهله قوي. بص يا بندخ الحصاله بتاعتك اهي. الله دي حصاله بندخ بقى اللي عملناها. ممكن لو عملناها بورق ابيض عادي زي ده نلونها. بعد بقى ما نخلص الحصاله نلونها احنا بالالوان بالالوان اللي احنا عايزينها او نرسم عليها اللي احنا عايزينه او نكتب اسمنا اي حاجه نكتبها عليها من بره. حلوه قوي لعبتي موضوع التلوين ده. لعبتك يا شيخ العيد. ندخلها في الخرم. خلصت الحصالات يا اولاد ولا لسه؟ لسه هنعمل مش عارف. حصاله بتتعمل بالبالونه، حصاله بتتعمل من الكرتون. اه هناخد بالونه وممكن تتعمل بازازه الميه الفاضيه نحط عليها بالونه كمان برضه صح؟ اه نقصها نصين ونحط عليها بالونه. اه بصوا بقى الخرم اللي احنا عملناه هنا هو دوت كنا عاملينه بالخرامه. اه نروح مدخلين بقى فيه ايه الحبل ده. انت مش عاملتيني بس بس ونقفلها يعني في يومك. وبعد كده انا بس دي تبقى بناتي. مين بيعرف يربط رباط الجزمه بتاعي؟ لا ممكن نعمل فيومك زرقاء. انا حصاله بناتي فيها فيومك. ممكن اربطها انا ولا مش فيومك؟ مصر. لا بس حلوه الفيونكة. ما هو لون الفيونكة هو اللي هيفرق. يعني لو الفيونكة زرقاء ممكن تبقى ولادي. تمام. لو الفيونكة مثلا بينك ايوه تبقى بناتي. ممكن لو الفيونكة صفراء تبقى الاثنين عادي. انا خلصتها ساعة. او نلغي الفيونكة خالص. لما اخلص الاول اربط الجزمه. لا مش خلص. مين اللي خلص؟ انا. برافو. الله حصالة جميلة. حلوة خالص. حصالة جميلة. خلصت. برافو عليك. كيف استطعت ان تصنع هذه؟ اول حاجة تعملها كده. ثانية. انت برافو كمان بيساعد صحابه. دي انا عايز اروح. عايز روح التعاون دي. نكتب اسمنا اللي يخلص يساعد صحابه. واللي ناقص ناقص له 2 جنيه يدي لاصحابه برضه. صح؟ ها؟ انتوا سامعيني ولا انتوا ايه في ايه؟ برافو. اللي فاضل له 2 جنيه على الهديه بتاعته يعني. بنت خلاص اتفقنا ان انت هتحوش 2 جنيه. بس اصل انا مش هقدر اقاوم. ما تخافش لسه فاضل وقت. المدرسه ببقى عايز اشتري حاجات. هقعد بقى كل ما بشتري حاجه واقول عايز عينه ايس كريم. ابقى افتكر بس بعد كده يا بنت ان انت الحاجات الحلوه او الحاجات اللي مالهاش لازمه مش لازم تجيبها على فكره. اقاوم. خصوصا ان انت كنت لسه واكل حاجه حلوه. صح 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 يا ميسا. ما تزعلش. بس كان فيلم جميل اللي انا شفته في السينما. بجد؟ فيلم جميل قوي. ممكن اخد جنيه اجرب؟ نعم؟ خد جنيه جرب يا اخويا. استنى بقى. استنى خليك مكانك. انا هجيب لكم كل حاجه. خليك مكانك. اللي يخلص حصلته يقول لي عشان اديله جنيه احطه في الحصاله. خد يا ماما. حاضر. وريني كده هتحط الجنيه ازاي؟ ايه؟ يا سلام. برافو. لا بجد شطور. يلا يلا كلنا شاطرين. يلا خلينا نخلص الحصاله بتاعتنا. بسرعه بسرعه. هاخدها معانا البيت؟ اساعدك يا جودي؟ اه. هناخدها معانا البيت طبعا. طبعا انت قربتي تخلصي خالص. خلاص سلمى خلصت. برافو عليكي. انت تقريبا خلصت. برافو يا حبيبي. احنا هنحط بقى الشريط. مين تاني يجرب؟ مين تاني يخلص حصاله؟ نحط فيها اول جنيه. تعرفي تربطي الجزمه بتاعتك؟ تعرفي تربطي فيونكه؟ لا. مين بيعرف يربط فيونكه؟ انا. ملونه وجميله. طيب عموما دلوقتي بما اننا خلصنا حصاله من الحصالات وعرفنا بنعملها ازاي يبقى كل اصحابنا اللي في البيت كمان يقدروا يعملوا حصاله زي دي. انا مش عارفه. وكل اللي هيعمل حصاله في البيت يصورها ويبعتها لنا على صفحتنا على فيسبوك واحنا هنعرضها لك. احنا سالنا صحابنا عن سؤال مهم جدا. هو ايه بقى؟ عندك حصاله ولا لا؟ ولا بتعمل الحصاله ازاي؟ لو معاك 5 جنيه هتحوش منهم كام وهتسيب كام؟ تعالوا نشوف بقى اصحابنا قالوا ايه وهنرجع تاني نكمل. يا بنات يا ولاد